الوقت اللي الناس فيها كلها بتبعد عن الزحام وتتحاول تتجنب عملية الاختلاط والازدحام، في ناس كتيرة عندها مطالب انها تستخرج اوراق ثبوتية، ناس عايزة تطلع شهادات ميلاد، عايزة تطلع قيد عائلي، في ناس عايزة تجدد بعض الاوراق الثبوتية الخاصة ليها. الاحوال المدنية او وزارة الداخلية بصفة عامة ما سابتش المواطنين منهم لنفسهم، ولكن بدأت انها تطور الخدمات الجماهيرية خلال الاشهر الماضية بشكل كبير، لدرجة ان قطاع مثل قطاع الاحوال المدنية شهد ثورة تطوير حقيقية، واصبح المواطن يستطيع انه يستخرج كافة الاوراق الثبوتية عن طريق الانترنت. كل ما على المواطن انه يدخل عن طريق الانترنت سواء من جهاز لابتوب او حتى من على الموبايل الشخصي بتاعه، ويقدر يملأ الاستمارات الموجودة ويتصلوا الاوراق الثبوتية سواء وثيقة الزواج، وثيقة الوفاة، وثيقة الطلاق، القيد العائلي، البطاقة الرقم القومي، مش الأحوال المدنية بس، ولكن كمان وصل للأدلة الجنائية، يستطيع المواطن أنه يستخرج كمان الفيش الجنائي والصحيفة الجنائية وهو موجود في المنزل. احنا النهاردة مش هنتكلم كتير، ولكن هنجري خطوات عملية لشرح للمواطن ازاي يستطيع استخراج مثل هذه الأوراق الثبوتية بخطوات سهلة وبسيطة جدا جدا من خلال وجوده في المنزل. المواطن ما عليه إلا أنه يدخل على شبكة الإنترنت ويكتب موقع وزارة الداخلية، بيطلع له هذا الموقع الأمام حضراتكم، بيبدأ يدخل على كلمة مواقع الجهات الشرطية، بيضغط عليها بتظهر كافة المواقع الشرطية الخاصة بوزارة الداخلية، أكاديمية الشرطة، قطاع السجون، الإدارة العامة للأحوال المدنية، كل قطاعات وزارة الداخلية بتظهر أمامه، بيختار القطاع اللي بيحب يستخرج منه الأوراق. مثلا على سبيل المثال هنجري تجربة على قطاع الأحوال المدنية، بيختار كلمة الأحوال المدنية، بيظهر له موقع الأحوال المدنية زي ما حضراتكم شايفين، بيبدأ يدخل على الحاجات الخدمية اللي بتتيحها وزارة الداخلية زي ما حضراتكم شايفين، قيد عائلي، قيد فردي، بطاقة رقم قومي، بيختار الحاجة اللي هو حابب يستخرجها. مثلا هنختار وثيقة الزواج، نفتح وثيقة الزواج، بيظهر لك تسجيل الدخول، بتدخل وزي ما حضراتكم شايفين مطلوب منك حاجتين، تسجل البريد الإلكتروني وتسجل كلمة المرور. هذه العملية بتتم مرة واحدة بتسجل البريد الإلكتروني بتاعك وكلمة المرور اللي بتحفظها عشان لاحقا تقدر تستطيع انك تستخرج اكتر من عملية، سواء لشهادة ميلاد او وثيقة الزواج او ما الى غير ذلك. احنا بالفعل دخلنا هنا البيانات وظهرت لنا الخطوة التالية، بتختار الوثيقة اللي حضرتك حابب تستخرجها، وثيقة ميلاد اول مرة، بطاقة رقم قومي، الحاجة اللي حضرتك حابب تستخرجها. مثلا وثيقة الميلاد بتدخل عليها، وبعد كده بتظهر لك بعض البيانات الخاصة بحضرتك اللي أقول لك الخطوة التالية، بتبدأ تملى البيانات، الاسم، اسم الأم، رقم القومي، سواء تحط باقي البيانات. بعد ذلك بيظهر لك عملية استخراج للبيانات المطلوبة. حضرتك بعد ما تخلص كل هذه الأوراق أو كل هذه البيانات بتختار طريقة الدفع الفوري، وهي عن طريق الدفع الفوري أو عن طريق الفيزا كارت. بعد ذلك بتختار طريقة التوصيل للمنزل عن طريق البريد المصري، حيث تصل إليك هذه الأوراق بعد حوالي 48 ساعة، بتدفع ثمن هذه الخدمة، وبكده تبقى أنت استطعت أن تستخرج شهادة الميلاد أو وثيقة الزواج أو وثيقة الرقم القومي وما إلى غير ذلك عن طريق الإنترنت، وبتصلك حتى المنزل خلال 48 ساعة. الأمر لا يستغرق أكثر من 48 ساعة، ولا يكبدك سوى دفع بعض المصاريف الإدارية الخاصة بخدمة التوصيل للمنزل. زي ما قلت لحضراتكم الأمر لا يقتصر على خدمات الأحوال المدنية، ولكن نستطيع أن احنا كمان نستخرج الفيش الجنائي، نستطيع أيضا أن احنا نستخرج عملية تصريح العمل، نستطيع أن نستخرج كافة الأوراق الخاصة بوزارة الداخلية من خلال هذا الموقع. إذا الدولة تتيح لك كافة الخدمات وانت حضرتك موجود في البيت، مجرد أن تضغط ضغطة زر تصلك جميع الأوراق ديليفري حتى منزلك. ودي خدمات بتقدمها وزارة الداخلية بتتيحها للمواطنين حتى لا يتكبدوا أي عناء، وده الهدف منه الارتقاء بهذه الخدمات، والهدف منه أن هي بتطوع التكنولوجيا الحديثة لصالح العمل الأمني، وخاصة المواقع الخدمية في وزارة الداخلية المتمثلة في الأحوال المدنية، متمثلة في المرور، متمثلة في الجوازات، في تصريحات العمل،
كل هذه المواقع الخدمية بدأت تدخلها التكنولوجيا بشكل كبير، وأصبح الأمر لا يتطلب من المواطن أنه يذهب إلى هذه المصلحة لاستخراج الأوراق، ولكن ما عليه إلا أن يكون موجود في البيت ويكون متصل بالإنترنت سواء عن طريق جهاز لابتوب أو عن طريق الهاتف المحمول. بيدخل على الموقع زي ما شرحنا لحضراتكم، يملى البيانات بتاعته، وخلال ساعات أو خلال يومين على الأكثر بيتصلوا الأوراق اللي استخرجها عن طريق البريد المصري، بيدفع بس المصاريف الإدارية الخاصة بعملية التوصيل، ويستطيع الحصول على كافة الأوراق الخاصة به من عن طريق الإنترنت. ممكن يستطيع أن يستخرج عدد كبير من النسخ، كمان الأحوال المدنية بتتيح الاستخراج بعدد كبير من اللغات، تستخرج بها اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية، بتصل عدد اللغات إلى حوالي 10 لغات. مش كده وبس، إنما كمان هناك أتاحت كود سنتر عن طريقه يستطيع المواطن أن يدخل على هذا الكود ويملي البيانات بتاعته، وكمان بيتم توصيل إليه الخدمات الإلكترونية حتى عن طريق المنزل. إذن هناك عملية اهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين والوثائق الخاصة المقدمة للمواطنين حتى يتجنبوا عملية الزحام، وحتى نتفادى التجمعات في ظل الإجراءات الاحترازية التي تأخذها الدولة للحد من عملية الزحام وتفادي الزحام. وكمان في يعني هدف جوهري، وهو التخفيف على المواطنين، وحتى المواطن لا يتكبد اي عناء ولا يستطيع ولا يقف في الطوابير واللي بتمتد كنا نشوفها في سنوات ماضيه الى عشرات الامتار. لا، دلوقتي اصبحت بضغط الزر تستطيع ان تستخرج كافه الاوراق وحضرتك موجود في البيت.